بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بكم إلى أخبار الخامسة من تلفزيون سلطنة عمان، والبداية مع أبرز العناوين. وزارة الإسكان تشترط تشكيل لجنة جمعية الملاك للتصرف بملكية المباني المقسمة. أكثر من 226 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص حتى شهر يونيو الماضي. الكويت تمهل الأطراف اليمنية 15 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام. أهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ردا على برقية جلالته المعزية له في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود. ضمنها شكره لجلالة السلطان المعظم على مشاعر جلالته النبيلة ودعواته الطيبة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وألا يري جلالته أي مكروه. أصدرت وزارة الإسكان تعميما يقضي بعدم إصدار أو نقل ملكية العقار للمباني المقسمة قبل تشكيل لجنة جمعية الملاك، ونص القرار بعدم إصدار سندات تملك للعقار أو نقله للمباني المقسمة بنظام الشقق والطبقات بالنسبة للمشاريع الجديدة إلا بعد تقديم المالك للنظام التأسيسي لجمعية الملاك. كما نص التعميم على وقف التصرفات الناقلة لملكية الوحدات العقارية بالنسبة للمشاريع القائمة والتي صدرت فيها سندات التملك إلا بعد تقديم ما يثبت تسجيلها لدى الوزارة. يأتي هذا القرار بعد تزايد الشكاوى من الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بوجود قصور فنية في الخدمات والاشتراطات الواجب أن تتوفر لدى المؤجر. استكمالا للأعمال المتبقية لمشروع تعويض المتضررين بخط الباطنة الساحلي، أسندت وزارة الإسكان مشروع بناء 130 وحدة سكنية في ولايتي صحم وشناص بمحافظة شمال الباطنة. يأتي هذا المشروع ضمن خطة مشروع إنشاء 2200 وحدة سكنية في مشروع الباطنة الساحلي، حيث تبلغ تكلفة الإنشاء أكثر من 5 ملايين ريال عماني. كما وافقت الوزارة على إنشاء 80 وحدة سكنية ضمن نفس المشروع بولاية صحم بتكلفة جاوزت 2 مليوني ريال عماني. أكثر من 226 ألف مواطنا يعملون في القطاع الخاص حتى شهر يونيو الماضي، هذا ما أشارت إليه إحصائيات وزارة القوى العاملة، حيث تم تعيين أكثر من 35 ألف مواطن منذ بداية شهر يناير حتى شهر يونيو، في حين تجاوزت فرص العمل الشاغرة 21 ألف فرصة عمل. وأوضحت الوزارة أن نظام الترشح الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل شهد إقبالا كبيرا، حيث يتيح النظام فرصة الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بفرص العمل وكيفية تقديم طلب الحصول عليها على مدار الساعة. أمهلت الكويت الأطراف اليمنية 15 يوما لحسم مفاوضات السلام التي تستضيفها برعاية الأمم المتحدة. وذكر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن الكويت ستعتذر عن مواصلة استضافة المفاوضات في حال فشل أطراف الحوار في التوصل لاتفاق سلام في الموعد المحدد. وتحدث الجار الله بذلك بعد اجتماع له مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مجددا موقف بلاده الرامي لإنجاح مشاورات السلام اليمنية التي استؤنفت مؤخرا في دولة الكويت.
ميدانيا في اليمن، تمكنت القوات اليمنية من استعادة السيطرة على مواقع كانت بقبضة الحوثيين وقوات علي صالح في مدينة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة. وقالت السلطات اليمنية إن الجيش اليمني سيطر على جمرك حرض وبعض المواقع القريبة منه بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين وبمساندة من طيران التحالف العربي. وأفادت السلطات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، مشيرا إلى أن المواجهات ما تزال مستمرة بشكل عنيف. بدأ اليوم سريان حالة الطوارئ في تركيا التي أعلن عنها أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمدة 3 أشهر، وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في معالجة الوضع الأمني. تركيا سريان حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة 3 أشهر، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطوارئ بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي استمر حوالي 5 ساعات الأربعاء. وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة، وتقول السلطات إنها ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد أولئك المسؤولين عن محاولة الانقلاب، فيما يعتبر أردوغان أن الإعلان يتماشى مع الدستور التركي، حيث يتهم أردوغان غريمه المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بأنه وراء المحاولة وطلب الولايات المتحدة بتسليمه. وكان جولن قد أدان محاولة الانقلاب ونفى أي دور له فيها، وقال المتحدث باسمه إنه قلق من اتساع نطاق استهداف أنصار جولن. في الوقت ذاته حث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير أنقرة على تقصير سريان حالة الطوارئ والحفاظ على سيادة القانون وضبط النفس وعلى قدر من التناسب في ردها على محاولة الانقلاب. وقال شتاينماير إن إجراءات الحكومة التركية يجب أن تكون فقط للرد على الأعمال غير القانونية وليس التوجهات السياسية المشتبه بها. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الدول المانحة تعهدت بتقديم أكثر من 2 ملياري دولار لدعم العراق. وأوضح كيري أن نحو ربع المبلغ سيخصص للمساعدات الإنسانية، فيما سيقدم الباقي لعمليات إزالة الألغام والاستقرار وبرامج إعادة التأهيل. ويهدف مؤتمر المانحين في مساعدة الحكومة والشعب العراقي للتعافي والاستقرار في ضوء تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش. من جانبه أكد المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية أن الاتحاد الأوروبي سيكون في مقدمة المانحين للجهود الإنسانية الرامية إلى توفير الإمدادات اللازمة للحياة في أسرع وقت ممكن. أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أنحاء الصين منذ صباح الأمس إلى وفاة 14 شخصا وفقدان أكثر من 70 آخرين. وذكرت مصادر صينية أن نحو 2 مليون شخص في 11 مدينة بحاجة إلى مساعدة بسبب ما تعرضوا له من كوارث. وأوضحت المصادر أن الأمطار تسببت في قطع الاتصالات وإلغاء الرحلات الجوية وخدمات القطارات، مشيرة إلى أن مناسيب مياه الأمطار ستصل إلى 240 ملمترا في بعض المناطق. مشاهدين، هذه النشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد قليل. خامات بيئية معاد تدويرها في تشكيلات فنية راقية، تستعرضها حلقة لتشكيل المعادن بمحافظة جنوب الباطنة. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي.
مهرجان صلال السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس. عمان، المحبة والوئام. أهلا بكم. في إطار خططه لتطوير والتحديث والتوسع في المرافق والخدمات والمشاريع التنموية، افتتح الجيش السلطاني العماني مبنى المطابع، ويحتوي المبنى على أحدث الآلات والمعدات الطباعية الحديثة، حيث تغطي أعمالها كافة أفرع وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني، حيث تم مراعاة تأهيل الكوادر بشكل مكثف لتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة. رعى حفل الافتتاح اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني. بهدف إتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها وتسويقها، افتتح بمركز البلدية الترفيهي بصلالة معرض لرواد الأعمال تشرف عليه الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إتاحة الفرصة لرواد ورائدات الأعمال لعرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نافذة تسويقية لهم وتشجيع الأسر المنتجة كانت أهم أهداف ركن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمركز البلدية الترفيهي بصلالة. طبعا إقامة مثل هذه المعارض هي فرصة مناسبة جدا لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعريف المجتمع بها. مثل هذه المعارض إن شاء الله بعد انتهاء نقوم بتقييمها في الهيئة العامة للمؤسسات المتوسطة، لنقف على كثير من الأمور التي تتم بها من خلال استمارة التقييم توزع على جميع المشاركين في المعرض. هدفنا إبراز المؤسسات المتوسطة المجتمع، دعم هؤلاء وتهيئة البيئة المناسبة لنمو أعمالهم. تنوعت المنتجات المعروضة في هذا الركن بين البخور والعطور واللبان والحلويات والملابس وبعض المنتجات الأخرى. منتجاتنا هي عبارة عن منتجات عطور فرنسية، عطور إيطالية شرقية، وبنفس الوقت عندنا عطور عربية. طبعا هذه المشاركات تفيدنا احنا كرواد أعمال لإتاحة الفرصة لنا لإظهار منتجاتنا العمانية، وبنفس الوقت تنمي من منتجاتنا سواء كان إنتاج دولي ولا إنتاج محلي. ويعتبر هذا المعرض فرصة جيدة لأصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وتسويقها، خاصة في مثل هذه المهرجانات التي تستقطب الكثير من الزوار. سالم زعبنوت المهري من مركز البلدية الترفيهي بصلالة محافظة ظفار. تتواصل أعمال شق الطرق بوادي شفان والقرى الجبلية المجاورة لها بعد أن كان الوصول إليه يتطلب الكثير من الجهد، ويتطلع الأهالي لاستكمال مشاريع الطرق وتوفير الخدمات الصحية. كاميرا الأخبار اطلعت على سير الأعمال بالوادي وخرجت لنا بالتقرير الآتي. نتنكر يومشي حتى الأحمر، شلها زمان الأحمر ولا مطية ولا أحمر، ما هي سيارات، قليل سيارات، ما يذكرن سيارات. لم يخف الوالد محمد الكثيري من منطقة المحدث بوادي شافان بولاية الخابورة صعوبة التنقل والتواصل عندما كان السفر على ظهور الجمال والمركبات ذات الدفع الرباعي فقط، فهذه المناطق الجبلية لم يكن من السهولة الوصول إليها. أنت أربع أيام من هنا للباطنة، أربع أيام، خمس أيام الأحمر والأرضية، نجيب سمك، نجيب عومة كاشة من الباطنة. جملة من الخدمات والمشاريع وصلت إلى هذه القرى والمناطق الجبلية في هذا الوادي، إلا أن الأهالي يتطلعون إلى استكمال الجزء المتبقي من طريق وادي شافان. هذا الشارع يخدم صراحة الجميع، ولكن الحين نعاني من هذه الإشكالية في الشارع، اللي ما عنده دفع رباعي عنده إشكالية، فإحنا نطالب يعني على الأقل يعني يكمله الشارع هذا. بالنسبة لي بيروح مسقط، بيروح أي مكان، هذا يكون قريب عكس وادي حيبي. نأمل حقيقة في التعجيل في الأمر لإسناد مشروع مناقصة هذا الجزء البسيط المتبقي من هذا الطريق. أما هنا فالصورة تتحدث عن جانب جمالي في مجال الحارات والبيوت القديمة التي سكنها الأهالي منذ القدم، وما زالت شامخة حتى اليوم ليتناغم الماضي العريق
مع الحاضر المشرق السعيد. مبنى على الطين والحصى والغفه ايوه اسمه هذا تبن، يخلطوا مع بعض ويجيبوا هذا الحبن ويخلوه ما بين الفلايك عن الرمه، يرمي الرمه والدمام بالنخيل بالجذوع مال النخيل. وتبقى البيوت الأثرية والشواهد التاريخية إحدى مكونات التراث العماني الأصيل. محمد بن سعد العلوي من حيل بني كثير بولاية الخابورة محافظة شمال الباطنة. استغلال خامات البيئة بإعادة تدويرها واستخدامها في تشكيلات فنية راقية من أبرز أهداف حلقة تشكيل المعادن المقامة بمحافظة جنوب الباطنة. حلقة العمل تأتي تواصلا لتنفيذ برنامج شبابي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الرياضية. ورشة تشكيل المعادن والتي تقام ضمن برنامج شبابي وتهدف من خلاله وزارة الشؤون الرياضية إلى استغلال أوقات فراغ الشباب في الاستفادة من خامات البيئة بإعادة تدويرها ضمن برنامج متكامل حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. برنامج شبابي هو حزمة من البرامج والأنشطة الشبابية موزعة على مختلف المجالات والاهتمامات الشبابية، فعلى المستوى النشاط الثقافي هنالك مسابقات في الإنشاد ومسابقات في الإلقاء الشعري، إضافة إلى محاضرات تثقيفية. في الجانب الاجتماعي هنالك معسكرات شبابية وأنشطة بيئية تستهدف الفئات السنية الصغرى، إضافة إلى الأنشطة العلمية. هذه النماذج من أعمال المشاركين حصيلة 3 أيام من التدريب، والتي تم الاستفادة من مخلفات الحديد والعلب في تشكيل أعمال فنية غاية في الجمال. عاد تدوير المواد الخام بابتكار أعمال فنية، طبعا استغلوها في عمل بعض المجسمات من أمثالها بعض الميداليات، ونفس الشيء طبعا عملوا اللي هي وحدات الإضاءة انزين بأشكال فنية، بالإضافة إلى عمل طبعا اللي هي الورشة الثانية كان استغلينا الأسلاك بعمل بعض الأشكال الفنية. برنامج شبابي يستهدف الأنشطة الإبداعية الشبابية في المجالات الاجتماعية والثقافية والأعمال التطوعية والرياضية والأنشطة النسوية التي تغرس في نفوس المشاركين مجالات العمل التي تعود عليهم بالفائدة. استفدنا عدة أشياء من هذه الدورة، منها كيفية ممكن المحافظة على البيئة، بحيث أن في هذه الدورة قمنا بالاستعانة بمواد التي غير قابلة للاستخدام من البشري، من ضمنها العلب المشروبات الغازية التي إذا قمنا بتركها في هذه المجتمع قد تضر بالمجتمع بيئيا من انبعاثات الغازات الكربونية. عبد الله بن عامر الويهي، محافظة جنوب الباطنة. مشاهدينا، ختاما لنشرتنا تذكير بالعناوين. وزارة الإسكان تشترط تشكيل لجنة جمعية الملاك للتصرف بملكية المباني المقسمة. أكثر من 226 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص حتى شهر يونيو الماضي. الكويت تمهل الأطراف اليمنية 15 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام. مشاهدينا، ختاما لنشرتنا هذه، تحيات فريق العمل، طبتم وطب مساءكم. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدين الكرام. تنتشر حاليا بعض السحب المتفرقة على المناطق الجبلية لجبال الحجر ضمن تشكل السحب المحلية التي بدأت مع ساعات ظهيرة هذا اليوم، والأمطار أيضا حاضرة بشكل متفرق ومتفاوت في الغزارة، في حين تبقى الأجواء مستقرة في معظم أرجاء السلطنة، وأيضا انتشار السحب سحب الخريف هناك على سواحل محافظة ظفار ومناطق الجبلية مع تساقط الرذاذ المتقطع بين الحين والآخر. إلى تفاصيل الأجواء، في مسقط الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة تبقى عند مطلع الثلاثينات بين أواخر العشرينات ومطلع الثلاثينات في أرجاء محافظة جنوب الباطنة.
30 درجة صغرى الليلة على سواحل شمال الباطنة ضمن أجواء مستقرة، وتخلو أجواء محافظة مسندم من السحب، وتبقى درجات الحرارة بين مطلع ومنتصف الثلاثينات. قد تبقى بعض السحب حاضرة خلال الساعات الأولى من الليل في أرجاء محافظة البريمي، ودرجة الحرارة 31 درجة مئوية، وكذلك والحال بالنسبة لأجواء محافظة الظهرة، ودرجات الحرارة الصغرى تتعدى منتصف العشرينات بقليل. 18 درجة في قمم الجبال في محافظة الداخلية، وعند منتصف العشرينات في باقي ولاياتها، مع بقاء بعض السحب حاضرة خلال ساعات الليل الأولى، و25 درجة مئوية في أرجاء محافظة شمال الشرقية. تواجد السحب حاضر على سواحل محافظة جنوب الشرقية المطلة على بحر العرب، ودرجات الحرارة عموما حول منتصف العشرينات، و23 درجة في محافظة الوسطى مع بعض السحب متفرقة على سواحلها. انتشار سحب وتساقط الرذاذ حاضر أيضا على سواحل محافظة فار ومناطقها الجبلية، ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية و23 درجة مئوية في شمال المحافظة مع أجواء غائمة جزئيا أحيانا. يبقى البحر هائج الموج على الساحل الجنوب الشرقي للبلاد، ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار مع استمرار هبوب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 30 عقدة. هادئ الموج على سواحل محافظة مسندم عند متر وربع المتر، وكذلك والحال بالنسبة لسواحل بحر عمان، والرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.